اسمحوا لي تكون البدايه من يعني نموذج لجامعه خاصه مع الدكتور عباده. دكتور احنا يعني انا بقول انه الجامعات الخاصه جزء الان في نسيج الوطن وبقى موجود والعالم كله فيه نماذج الجامعات الخاصه. ايه اللي بيفرق في وضع الجامعات الخاصه وليه الحقيقه كل سنه يمكن في نفس التوقيت ده قبل بدايه العام الدراسي الجديد بنرجع تاني نسمع انه محتاجين رقابه اكتر على الجامعات الخاصه، انه المصروفات اللي فيها، انه المناهج يا ترى يعني بصفه عامه هل تقدم الشكل الامثل للتعليم لدينا ام لا؟ شوفي حضرتك، هو اولا بالنسبه للمناهج والحاجات دي لا يمكن لاي جامعه خاصه ان تبدا دراسه الا بصدور قرار وزير التعليم العالي بدء الدراسه، وده يعني أن تكون اللائحة أو البرامج زي ما حضرتك بتقولي متوافق عليها من لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، يعني نفس المجلس أو نفس لجنة القطاع اللي هي بتدي الموافقة للجامعات الحكومية هي اللي بتديها للجامعات الخاصة. فالكواليتي أو الجودة بتاعة البرامج دي ما فيش فيها شك أبدا. بعد كده في لجان بتنزل من الوزارة وبتشوف الإمكانيات المادية والبشرية، وعلى ضوء ده بيحددوا أعداد معينة من الطلبة. يعني ما نقدرش ناخد اي عدد احنا عايزينه كجامعه خاصه، وحضرتك اللي بيراقب دي المستشار، في استاذ من جامعه حكوميه بيبقى مستشار لكل جامعه وهو اللي بيراقب الاعداد، بيراجع عقود الاساتذه، بيراجع الجداول الدراسيه، بيحضر اجتماعات مجالس الجامعه، يعني هو اللي مش هقول بيهيمن، انما هو اللي بيراجع ويتاكد من جديه الدراسه وجديه الجامعه الخاصه. هو المنسق او الوسيط ما بين الجامعه الوزير الخاصه، هو اللي بيقدم تقرير للوزير التعليم العالي وبيقول له والله الجامعه دي منضبطه. وقد يكون في بعض حالات ان بيبقى في يعني بعض اخطاء وبتوصل يعني بيصحح الجامعه، مفيش مشكله. طيب حضرتك اتكلمت على مراجعته لعقود العاملين على كل حاجه على كل حاجه، بس ما اتكلمش على المناهج. لا، المناهج حضرتك مش دي وظيفه المجلس الاعلى للجامعات، لجان القطاع دي قبل ما بنبدا الدراسه بنودي ما يسمى اللائحه الداخليه اللي هي فيها البرامج تفاصيلها، وبيتوافق عليها من لجنه القطاع، بيشوفوا اذا كانت هي مناسبه للمستوى اللي احنا عايزين بكالوريوس هندسه، بكالوريوس صيدله، كل لجنه قطاع مختصه هي اللي بتراجع المناهج وهي اللي بتعدلها او بتوافق عليها. نعم، دكتور حسام،